بداية نرحب بالأستاذ حمزة عبد الباقي مدير عام شركة غاز الجنوب، مرحبا بك في المربد. أهلا وسهلا بكم بالمربد ومستمعي المربد. حياك الله أستاذ العزيز. اليوم راح نتحدث بعدة محاور تتعلق بعمل شركة غاز الجنوب. نبديها بكميات الغاز المستثمرة بالوقت الحاضر من الغاز المصاحب لاستخراج النفط والغاز الحر، تفضل. شكرا جزيلا. حقيقة ابتداء حتى يعني نعطي صورة واضحة للمشاهد الكريم للمستمع الكريم، نعم، خلينا نميز بين مصطلح الغاز المصاحب ومصطلح الغاز الحر. نعم. يعني السؤال ب يعني شقين. نعم. الغاز المصاحب هو الغاز اللي صاحب إنتاج النفط الخام واللي يصير عليه أكثر من يعني مراحل معالجة، و يعني مراحل ايضا لانتاجه بالاخير. اما الغاز الحر فهو حقول تنتج غاز حر ابتداء يعني بدون النفط. اذا هي مخصصه لانتاج الغاز، يعني طبيعه الحقل هي تنتج غاز حر، بينما مجمل الحقول او معظم الحقول اللي يعني في المنطقه الجنوبيه هي انتاج غاز مصاحب للنفط. ايش قد ننتج نفط يصاحب وياه كميات معينه من الغاز حسب النسبه، ونحن نسميها نسبه الجي او ار، هي نسبه النفط الى الغاز. نعم. فهذا يعني ابتداء حتى تكون الصوره واضحه لدى المستمع. نعم. الكريم. كميات الانتاج اللي تنتج حاليا في شركه نفط البصره اللي هي المصدر الاساس لانتاج الغاز المصاحب تصل الى 2000 مليون قدم مكعب. نعم. المستثمر حاليا يصل الى 1300 مليون قدم مكعب، والباقي يعني في قيد يعني يحرق حاليا، لكن هناك مشاريع الاستثمار. ال 2000 و 1300 كلش قد استاذ حمزه؟ هذه شهريا ولا لا؟ هذه يوميا. يوميا احنا نحكي كمصطلح يومي. مصطلح يومي، تمام. 1300 احنا يعني بعض المعلومات ربما اكون يعني على دراية بها، لكن اليوم نريد نوضحها للمستمع والمشاهد بصورة تفصيلية. نعم. ف 2000 مليون قدم مكعب هذا ينتج يوميا من الغاز. نعم. و 1300 تقريبا 1200 1300 الرينج هذا ينتج يوميا، ايضا يمكن استثماره يعني. نعم. الغاز المصاحب المنتج الشركة الرئيسية او الجهة الرئيسية اللي تستثمر هذا الغاز هي شركة نفط شركة غاز البصرة. نعم. طبعا شركة غاز الجنوب مساهمة في شركة غاز البصرة بنسبة 51%، واللي شكلت هاي الشركة بمساهمة شركة غاز الجنوب وشركة شيل العالمية بالإضافة إلى شركة متسوبيشي، واللي ابتدأت فعالياتها عام 2013 شهر الخامس عام 2013، وبدت كميات الانتاج في ذلك الوقت بحدود 250 الى 300 مليون قدم مكعب، واليوم احنا وصلنا انتاج اليوم تقرير اليوم 950 مليون قدم مكعب لصالح شركه غاز البصره فقط. هذا طبعا جاءت عن طريق خلال هاي الفتره هي مشاريع لتاهيل الوحدات بالاضافه الى مشاريع اضافيه تم اضافتها الى شركه غاز البصره مع الوحدات اللي تم نقلها إلى شركة غاز البصرة من شركة غاز الجنوب، وساهمت في زيادة الكمية هذه وصولاً إلى 950 مليون قدم مكعب من الغاز. نعم. فيما يخص الغاز الحر، نعم، الغاز الحر حالياً ينتج في حقل واحد في محافظة البصرة وهو حقل السيبة، ينتج حالياً بحدود 40 إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً ضمن الطاقة الإنتاجية مالته كغاز، بالإضافة إلى 30 طن تقريبا يوميا من مادة الأرويجي. زين، يعني أستاذ حمزة من ضمن السؤال، يعني اليوم حضراتكم تعملون غاز الجنوب، إذا عندكم حقول هي خارج محافظة البصرة، كيف تديرون هذه الحقول من البصرة؟ نعم، بالنسبة للحقول اللي خارج يعني التزاماتنا في شركة غاز الجنوب اللي في محافظة البصرة، حقول منتجة مثلا عندنا في ميسان. نعم. اكو يعني يتبع شركة نفط ميسان،
هناك أيضا كميات من الغاز المنتجة حاليا لكن تدار من قبل جولات تراخيص في شركة نفط ميسان. في شركة نفط ذي قار، لا في شركة نفط ذي قار باعتبار نفط ذي قار حاليا يعني ضمن الجهد الوطني، كميات الغاز اللي يتم استثمارها حاليا من هذا الحقل وتحت إشراف شركة غاز جنوب هي 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. نعم. هذه تضاف إلى كمياتها إلى الشبكة الوطنية اللي تستخدم طبعا لتجهيز محطات الكهرباء بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية. يعني قضية توليد الطاقة الكهربائية وتجهيز محطات الكهرباء هو يصير بها حديث إنه إحنا بعدنا نستورد غاز وغيرها، شو وقت ممكن نغطي حاجة المحطات الكهربائية أستاذ؟ أو شلون ممكن نغطي الحاجة؟ يعني هو ما أريد يعني ما أريد أتكلم عن نيابة عن وزارة الكهرباء، لكن كل المحطات اللي حاليا ومعظم المحطات حاليا المتوفرة لتوليد الطاقة الكهربائية هي تعمل بالوقود الغازي. نعم. احتياج العراق من الطاقة الكهربائية حاليا يصل إلى 25 جيجا واط. نعم. طبعا هاي الكمية إذا نريد يعني كلها نوفر لها وقود غازي فنحتاج إلى 8 إلى 9 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وهذا صعب توليده لأنه مثل ما يعني ذكرت لحضرتك أنه معظم الغاز هو غاز مصاحب يعني ينتج مع النفط الخام. فبالتالي لو يعني رحنا باستثمار كامل كميات الغاز اللي تنتج حاليا فما راح نصل الى مرحله انه احنا نقدر نغطي محطات الكهرباء بالوقود الغازي لنصل الى 8 او 9 مليون قدم مكعب. لذلك احنا راح نظل، اما طبعا راح نظل بحاجه الى كميات من الغاز، وهذا اما انه يتم تحويل محطات قسم من محطات التوليد الكهربائي عن الوقود البديل او دروح حاليا في مشاريعنا الى ان نستخدم يعني الطاقه البديله اللي هي الطاقه الشمسيه، وعندنا مشاريع مستقبليه بهذا الموضوع يعني الوزاره تقريبا عندها اكثر من عقدين يعني اكو توجه كبير الى الطاقه النظيفه. نعم، والطاقه النظيفه البديلة. نعم. يعني احد المشاريع اللي هي يعني مشروع ارطاوي. نعم. انه يتم توليد 1 جيجا واط عن طريق الطاقه الشمسيه، هذا ويا عفوا ويا شركه توتال. نعم. بالإضافة إلى عقود أخرى لدى الوزارة بهذا المجال. طبعاً هو هذا راح يكون حديثنا عن الخطط المستقبلية لاستثمار الغاز بشكل نهائي، وهل هناك مدد زمنية لإنجازها، وشنو ممكن راح تضيف لنا للإنتاج؟ فيما يعني إحنا عندنا في الحالة السؤال لدى شقين، إحنا بالنسبة إلى غاز جنوب يعني راح نتعامل كشركاء في شركة غاز البصرة. نعم. وشركة غاز البصرة لديها مشاريع لاستثمار كميات من الغاز، عندها خطط مستقبلية للوصول إلى كغاز البصرة إلى 1400 مليون قدم مكعب. وعندنا في مع غاز البصرة مشاريع حاليا قيد الإنشاء، عندنا مشروعين قيد الإنشاء اللي هو مشروع أرطاوي اللي هو نسميه إحنا البصرة إنجيل، وهذا على مرحلتين. المرحلة الأولى تستوعب 200 مليون قدم مكعب. نعم. وهذا إن شاء الله سيتم إنجازها نهاية عام 22 وبداية الربع الأول من عام 23 سيتم تشغيل هذه الوحدة، راح نستثمر 200 مليون قدم. ونهاية عام 23 تكتمل المرحلة الثانية باستثمار 200 مليون قدم مكعب أخرى، فنصل إحنا ذكرنا اليوم قلنا إنتاجنا اليوم الحالي 950. نعم. فإذا أضافت 400 مليون قدم مكعب سنصل إلى 1400 مليون قدم مكعب في نهاية عام 23 إن شاء الله. هذا رح يساهم أيضا في تقليل كميات الغاز المحروق وتحسين يعني البيئة أيضا، يعني نعم. تعرفين هذا الغاز المحروق يسبب. نعم. قبل فترة كان عندنا لقاء مع إدارة حقل غرب القرنة واحد، فتحدثوا عن وجود روبوتات مثل ما يسموها لزيادة إنتاج الغاز بهذه الحقول. يعني اليوم مشاريعكم هل هي فقط في حقول البصرة، في حقول ذي قار؟ يعني احنا ذكرنا انه عندنا مشروع اللي هو 400 مليون قدم مكعب اللي هي على مرحلتين في أرطاوي، هذا راح يستثمر حضرتك ما ذكرتي من كميات الغاز في حقل غرب القرنة واحد. نعم.
فكل الغاز اللي يعني ينتج في حق الغرب القرن واحد راح يستثمر ضمن هذه المشروعين. ضمن هاي المشروعين. نعم. نعم يعني إضافية، لأنه حالياً إحنا دا نستثمر بحدود 180 مليون قدم مكعب من حق الغرب القرن. أي إضافة بكميات من الغاز، هم طبعاً عندهم مشاريعهم في حق الغرب القرن، راح تضاف كميات أخرى من الغاز، هذا راح يستوعبها مشروع الأرطاوي البصرة إنجياد. نعم. زين، المشاريع المنجزة بالوقت الحالي يا أستاذ حمزة، واللي هي منجزة وأكو بها قيد الإنجاز، إحنا نعرف عامة ما تكون المشاريع النفطية أو الغازية هي مشاريع بخطط طويلة الأمد، يعني لا يمكن أن تنجز بشهر أو شهرين أو سنة، يعني تمتد لفترات زمنية. فشنو عندنا حاليا مشاريع تم الإنجاز منها وإدخالها للعمل، ومشاريع لا زال العمل بها؟ نعم، هو يعني احنا ذكرنا انه الجهه الرئيسيه لاستثمار الغاز في المنطقه الجنوبيه هي شركه غاز البصره، وشركه غاز البصره حاليا تمتلك معامل لمعالجه الغاز، ثلاث وحدات رئيسيه عندنا في الرمل الشماليه وحده لاستثمار الغاز، وهذه تستقطب الغاز اللي موجود في حقل الرمل الشمالي وحقل غرب القرنه واحد. نعم. وايضا عندنا وحدتين هنا في خور الزبير، هذه تستثمر الغاز من حقل الزبير بالاضافه الى حقل يعني الرمال الجنوبي. طاقه الواحده هذه تصل الى 350 مليون قدم، يعني احنا بامكاننا نستثمر كل الغاز المنتج وصولا الى 1000 مليون قدم مكعب من الغاز، وتقريبا احنا يعني 950 احنا غطينا كل الطاقه الاستيعابيه لهذه الوحدات. هناك مشاريع مستقبليه ذكرنا من عندها 400 مليون قدم مكعب باضافه وحدتين على 200 مليون قدم، وايضا الخطه انه انشاء وحده ثالثه لنصل الى 600 مليون قدم مكعب، وبالتالي ترتفع طاقة الإنتاجية لشركة غاز البصرة، واستثمار غاز يصل إلى 1600 مليون قدم مكعب من الغاز. نعم. أما مشاريع غاز الجنوب لاستثمار الغاز، احنا اليوم عندنا عقد وقعناه ويا شركة بيكر هيوز جي لاستثمار تقريبا 200 مليون قدم مكعب من حقل الغراف والناصرية، ويمكن قبل يومين أو ثلاثة أيام وقعنا ملحق العقد وياهم. التصاميم الهندسية للمشروع وصلت نسب الإنجاز بها إلى أكثر من تقريبا 50 إلى 60%، ومن المؤمل أن يكمل هذا المشروع طبعا بعد أن تكمل عمليات تطوير الإنتاج النفط في حقل الناصرية وأيضا في حقل الغراف. إن شاء الله في عام نهاية عام 23 سيتم تحقيق هذا الهدف وإكمال إنشاء المشروع واستثمار 200 مليون قدم مكعب إضافي. نعم. إن شاء الله. يعني تحدثنا عن المشاريع والتطوير، أكيد هذه المشاريع وتطوير القطاع يواجه معوقات أو مشاكل، يعني شنو هذه المشاكل أو المعوقات وشو ممكن تحلونها؟ يعني هو المعوق الأساسي بالمشاريع الحقيقة هو التخصيص المالي. التخصيص المالي لهذه المشاريع يعني هي تعتبر مشاريع استثمارية، وبالتالي على وزارة المالية أن توفر لنا كميات يعني المبالغ المطلوبة لهذه المشاريع. نعم. لكن الظروف اللي يمر بها البلد من ناحية يعني شحة بالأمور المالية يعني إحنا حالياً جايين نسولف بوفرة بفرق بأسعار النفط، يعني لازالت هذه الشحة واصلة لكم ما تحلحلت نوعاً ما؟ أكو وفرة، لكن أنت تعرفين إنه إذا هناك لازم يعني نهيئ خطط يعني ابتداءً. نعم. هذه الوفرة صارت بسبب ظروف معينة يعني. أكيد طبعاً هي غير مستمرة، يعني ما غير مستمرة هذه الوفرة. نعم. فبالتالي احنا باقين على يعني كموازنه للسنه المعينه، باقين على المصروف مال الموازنه نفسها. احنا يعني قبل سنوات كنا نعاني من هاي المساله، فبالتالي احنا رحنا على يعني على بدائل لهذا الوضع، والبدائل هو انه نمضي باستثمار الغاز مع الشركات. نعم. المستثمره.
فمن ضمن المشاريع الاستثمارية هو مشروع استثمار غاز أرطاوي. وهذا المشروع يعني العقد اللي تم توقيعه قبل 6 أشهر ويا شركة توتال الفرنسية. هذا المشروع يعني هو مشروع غاز لكن يضم 4 مشاريع رئيسية. المشروع الرئيسي هو تطوير الحقل نفسه حقل أرطاوي، والمشروع الثاني هو استثمار 300 مليون قدم مكعب من الغاز في هذا الحقل، بالإضافة إلى حقول أخرى اللي هي حقل مجنون وحقل غرب القرن 2، إضافة إلى مشروع ماء البحر. مشروع ماء البحر هذا تعرفين يعني أنه في نظام عمل إنتاج النفط، يعني خلال فترة استثمار النفط أو استخراج النفط المكامن هذه الضغوط المكمنية يعني تبدي تهبط، وبالتالي يعني يعملون على رفع الضغوط من خلال ضخ كميات من الماء داخل الحقول. هذا المشروع هو راح يساهم في زيادة كميات إنتاج النفط، وأيضا يساهم في زيادة كميات إنتاج الغاز. المشروع هذا هو يتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى يعني لتجهيز 2.5 مليون برميل، والمرحلة الثانية تجهيز 2.5 مليون برميل. المشروع الرابع هو مشروع لصالح وزارة الكهرباء اللي قبل قليل تكلمنا عنه، انه راح يجهز تقريبا 1 جيجاوات من طريق يعني استثمار الطاقة الشمسية في نفس الحقل. فهذا المشروع الرئيسي اللي احنا رحنا باتجاه الاستثمار، لانه يعني حل العقبة هي عن طريق الاستثمار. عن طريق الاستثمار الشركة نجحت هذه الفكرة استاذ؟ والله يعني هو تم رسم موديل اقتصادي، وموديل اقتصادي جيد يعني رسم من قبل مختصين في وزارة النفط، شاهمت به شركة نفط البصرة وايضا شركة غاز جنوب، بالاضافة الى الجهات المعنية بالوزارة. يعني فرسمنا موديل اقتصادي بالاخير يعني بالمنفعه، يعني تعرفين هي شركه يعني مقاوله، نعم، تخلي مبلغ من المال مقابل انه تحقق استفاده، لكن الاستفاده راح تكون باتجاه الطرفين. يعني احنا راح نستفيد من زياده انتاج النفط، زياده انتاج الغاز، توفير طاقه كهربائيه، انشاء مشاريع اضافيه لصالح انتاج النفط، مقابل الشركات الاخرى تريد تستفيد ماليا اكيد يعني من السهم بهذا الموضوع. يعني نوعا ما نجحت الفكره. الفكره ناجحه، وقعنا العقد مع يعني معاهده الاتفاقيه توقعت، العقود الثلاثه تم توقيعها، ووصلنا الى مرحله تفعيل العقد. ان شاء الله خلال نهايه الشهر السابع يتم تفعيل العقد ونبدا بالاعمال الهندسيه. نعم الانشاء ان شاء الله. أستاذ حمزة، حضرتك تحدثت عن ائتلاف شركات، يعني ذكرت قلت أنه أكو 51% وأكو 49% بالتالي. نعم. شنو هو ائتلاف شركة غاز البصرة، وكم هي النسبة لكل شركة، وشنو هو انعكاس الشريك المستثمر على قطاع الغاز في العراق؟ يعني شركة غاز البصرة تأسست يعني بموجب اتفاق صار بين شركة غاز الجنوب اللي هي ممثل للوزارة في هذا الاتفاق، وشركة شيل مع شركة متسوبيشي. شركة غاز الجنوب خذت نسبة 51%، نعم، 44% خذت شركة شيل، و 5% خذتها شركة متسوبيشي. كان الهدف هو يعني إعادة تأهيل وحدات شركة غاز الجنوب، إنشاء مشاريع جديدة، والهدف الرئيسي هو الوصول لاستثمار 2000 مليون قدم مكعب من الغاز في المنطقة الجنوبية من 3 حقول مستهدفة رئيسية، مثل ما ذكرنا حقل الرميلة بالشقين، حقل الرميلة الشمالي والجنوبي، وحقل غرب القرنة 1، بالإضافة إلى حقل الزوير. ومثل ما ذكرت حضرتك احنا وصلنا حاليا الى تقريبا 950 مليون قدم مكعب استثمار. ايش وقت توصلون للطاقه الانتاج يعني شلون خلينا نقول الخطه المستهدفه؟ الخطه المستهدفه طبعا هي جيد. الخطه المستهدفه بدايه، الخطه المستهدفه الهدف الرئيسي هو 2000 مليون قدم مكعب. نعم. ومثل ما تعرفين يعني هو الوصول الى الهدف يحتاج الى يعني
قواعد أساسية للوصول إلى الهدف. في مجال صناعة الغاز نحتاج إلى مشاريع، هذه المشاريع تبدأ ابتداء من مشاريع تجميع الغاز إلى مشاريع معالجته إلى مشاريع إنتاجه، وهذه يعني تحتاج أيضا كلف مالية، تحتاج إلى وقت يلا نحصل على المردود مالي. احنا مثل ما ذكرنا راح نستثمر تقريبا 600 مليون قدم مكعب، هذه من خلال ثلاث مشاريع رئيسية وبدينا بها. نسبة الإنجاز الموجودة في حقل في مشروع بصرة إنجيل في حقل أرطاي وصلنا إلى تقريبا 70%، والمرحلة الأولى هذه راح تشغل في الربع الأول من عام 23، المرحلة الثانية تشغل في نهاية عام 23، وفي حال توفر كميات من الغاز طبعا أكيد راح تكون كميات متوفرة، لأنه يعني مشاريع التطوير في شركة نفط البصرة مستمرة، فبالتالي أيضا المرحلة الثالثة وصولا إلى 600، بهالحالة نصل إلى 1600 هذا بالمدى القريب. لكن على المدى البعيد احنا هدفنا 2000 مليون قدم مكعب من الغاز إن شاء الله. إن شاء الله. وبالمناسبة يعني هذه كل هاي الأموال يعني المشاريع تمول من ذاتيا من قبل المساهمين، يعني من قبل شركة غاز البصرة من خلال مبيعات الغاز. احنا نعمل على توفير الأموال من خلال تصدير، يعني غاز البصرة حاليا تصدر الغاز السائل وأيضا تصدر المكثفات، والمبالغ يعني المستحصلة من خلال هذا التصدير احنا نساهم فيها في بناء مشاريع جديده. استاذ حمزه، نستكمل حديثنا بقضيه التصدير. اليوم احنا ايش قد نصدر غاز من الحقول الجنوبيه، وعوائد هذه التصدير شلون يتم استثمارها؟ نعم، المنتوجات اللي تنتج من معامل معالجه الغاز هي ثلاثة انواع من المنتوجات. نعم. الغازيه هو منتوج غاز يسمى بالغاز الجاف، مصطلحا يسمى بالغاز الجاف، وهذا الغاز يعني يدفع الى شبكه تدار من قبل شركه خطوط الانابيب النفطيه. شركه غاز البصره وشركه غاز الجنوب ايضا من ضمن المساهمين بكميات الغاز المدفوعه لهذه الشبكه، وهم مسؤولين عن اليه توزيع هاي الكميات. المستقطب الرئيسي من هذه الكميات هي وزارة الكهرباء لصالح محطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى معامل وزارة الصناعة. في البصرة معمل الأسمدة حاليا يتم تجهيزه بخمسين مليون قدم مكعب، ومعمل الأسمدة أيضا بخمسين مليون قدم مكعب. حاليا معمل الأسمدة ضمن يعني في مرحلة التشغيل النهائي، إن شاء الله خلال هذا الشهر راح يبدي الإنتاج إن شاء الله. وأيضا بالإضافة إلى الكميات أخرى يعني تساهم مثلا إلى المصافي إلى نفط للتشغيل يعني الأفران مالتهم، شركة نفط البصرة أيضا للتشغيل محط يعني التوربينات الغازية اللي تدفع النفط باتجاه التصدير. لكن الهدف او معظم الغاز هو لصالح الكهرباء. هاي قد تقريبا تطول الكهرباء استاذ؟ احنا ننتج حاليا تقريبا 850 مليون قدم مكعب. نعم. كهرباء البصره، محطات الكهرباء بالبصره تصل الى 400 مليون قدم مكعب. والخط الاستراتيجي ندفع له 40 مليون قدم مكعب، الخط الوطني يصل إلى 250 مليون قدم مكعب تقريبا. الخط الوطني هذا يجهز محطات الكهرباء اللي هي شمال البصرة يعني. مثلاً يعني تقريبا كل إنتاجكم من الغاز اليومي هو يعني يستثمر أو يذهب إلى قضية إنتاج الطاقة الكهربائية. توليد الطاقة الكهربائية. يعني تقريبا إيش قد نسبته إذا نقول من 100؟ من 100 إيش قد يروح للكهرباء؟ يعني تقريبا 80 إلى 85% لوزارة الكهرباء. يعني ما عندنا تصدير بهالحالة. لا، احنا كغاز جاف. نعم. احنا ما نقدر نصدر الغاز جاف، احنا بحاجة إلى الغاز الجاف لتوليده. لذلك احنا نستورده. زين، لكن أعتقد إن اكو تصدير. نعم. احنا قلنا هذا المنتج الأول اللي هو ده يستخدم يعني يسموه الدومستيك يعني محليا يستثمر. نعم. حاليا هذه.
عندنا منتج ثاني اللي هو يسمونه الغاز السائل اللي احنا نسميه بمصطلح ال بي جي، اللي هو غاز الطبخ اللي ديس يعني المواطنين يستخدمونه في قنان الطبخ. هذا حققنا باكتفاء ذاتي اعتقد. هذا كان قبل يعني سنوات سابقه كان يستورد هذا. لكن بعد زياده الانتاج تم قطع الاستيراد، وحاليا غاز البصره تساهم تقريبا بنسبه عاليه لانتاج هذا يعني التجهيز. احنا اليوم انتاجنا اليوم من ال بي جي وصل الى 5000 طن يوميا. شركة التعبئة اللي هي يعني تستلم هذا المنتوج تستلم يوميا بحدود 4000 طن. نعم. فعندنا فائض تقريبا 1000 طن. هذا عندنا خزانات في مستودع أم قصر يتم خزنه ويصدر إلى الخارج. هذا المنتج اللي يسمى بالأجوجي. أكو منتج آخر اللي هو إحنا نسميه الكوندنسيت أو المكثفات. هذه أيضا هي عبارة عن يعني سوائل هيدروكربونية ويتم أيضا تصديرها. إنتاجنا يصل إلى 13000 برميل إلى 15000 برميل يوميا من هذا، وهذا يصدر بشكل كامل خارج العراق. عوائد هذه التصدير وين تروح؟ أنا ذكرت لحضرتك أنه عوائد التصدير هذه هي لصالح شركة غاز البصرة وإحنا مساهمين بها، لكن كل العوائد هذه اللي تجي هي نستخدمها في مشاريعنا مع في شركة غاز البصرة وأيضا في أعمال التأهيل للوحدات. تسد الحاجة؟ طبعا لا، ما تسد الحاجة. أكو يعني أكو بعض المشاريع كلفة عالية، يعني مثلا البصرة إنجيال يصل إلى مليار مثلا، بس احنا كمساهمين يعني نستثمر هاي الكميات من عدد بالإضافة إلى أموال اللي تجي من مبيعات الغاز الجاف. نعم، يعني أنه إذا تحدثنا عن تطوير مرافق التصدير لغرض زيادة الطاقة الاستيعابية التصديرية، بما أنه احنا عندنا أنواع من المصدرات اليوم، شلون ممكن تطورون هذه المرافق؟ يعني من ضمن الخطط الموضوعة في شركة غاز البصرة هي خطط زيادة الإنتاج. إحنا قلنا عندنا يعني إذا كملت إن شاء الله البصرة إنجيال راح يزيد عندنا إنتاج الغاز الجاف، إنتاج الغاز الخام راح يكون يصاحب إنتاج غاز جاف وإنتاج الـ LPG والمكثفات. نعم. بالمناسبة يعني المكثفات تصدر بشكل مباشر لأنه هي طبيعتها أنه هي مادة سائلة مستقرة. الـ LPG يكون شوية قلق لأنه يعني بمادة متطايرة قليلاً، فبالتالي يعني طريقة تصديرها تحتاج إلى تكنولوجيا متخصصة، وأيضاً الناقلات اللي تمشي يعني نقلها أو السفن اللي تجي تحمل بها أيضاً من النوع الخاص. إحنا اليوم حالياً نصدر بما يسمى بالـ LPG اللي هو under pressures، يعني اللي هو تحت ضغط مو مبرد. هذه كمياتها محدودة لأنه ضغط عالي، وبالتالي السفن اللي تجي لنقل هكذا منتوج يعني متخصصة وبكميات قليلة، لذلك الأسواق المستهدفة لهذا المنتوج هي في عمان، في باكستان، الهند، هذه فقط. لكن غاز البصرة في يعني من ضمن الخطط لها انه تعمل على تبريد هذا المنتوج، وهذا يحتاج الى تبريده الى درجات حرارة منخفضة تصل الى ناقص 43 درجة مئوية، وممكن في الحالة يصدر حتى يصل الى كوريا واليابان والصين. هذا يحتاج الى تطوير، وهذا يحتاج الى وحدات تطوير. حاليا احنا من ضمن المشاريع اللي ان شاء الله يعني عاملين على أنه تكمل خلال عام 25 مع زيادة الإنتاج وتوفر المنتوج راح تكون إن شاء الله كاملة خلال عام 25، وبمشيئة الله إن شاء الله يكون يتم التصدير ب يعني سوائل مبردة. نعم. إن شاء الله يعني هذا راح تكون عوائدها كمياتها أكبر وعوائدها أكثر. أكثر أكيد. نعم. نعم. يعني سؤال الأخير لحضرتك أستاذ حمزة، نعتذر جدا على الإطالة. يعني اليوم إحنا عندنا شركة غاز الجنوب هي فقط في اللي تشتغل بالغاز وتدير حقول الجنوب، لكن اليوم نشوف اكو عندنا نفط الوسط، عندنا نفط ذيقار، عندنا
يعني ليش اليوم بس غاز الجنوب؟ لماذا لا تؤسس شركات غاز بمحافظات أخرى؟ لأن عندنا اليوم نشاط نفطي واستخراج نفطي يصاحبه حرق للغاز. نعم. هو إذا حضرتك تنتبهين تشوفين لحد الآن ما تغير اسم الشركة، اسم نعم. شركة غاز الجنوب. ممكن بالمقارنة ويا شركة نفط الجنوب تغير اسمها صار شركة بالضبط. نفط البصرة. صار أكو عندنا نفط البصرة ونفط ذيقار. نعم. شركة غاز الجنوب ما زالت شركة غاز الجنوب هي المسؤولة عن كميات الغاز اللي تنتج في المنطقة الجنوبية. لكن سؤالك ليش؟ لأن معظم الغاز اللي ينتج كمياته هي في محافظة البصرة. وهذا ناجم عن لأنه معظم النفط المنتج هو في محافظة البصرة. حاليا محافظة البصرة اليوم تنتج 3.5 مليون برميل نعم. تقريبا. فبالتالي كل الغاز نعم هو يعني متواجد في محافظة البصرة. بعد أن تم تطوير الحقول مثلا في محافظة ميسان تم تطوير حقول من قبل جولات تراخيص. فمن ضمن واجبات جولات التراخيص تطوير الحقل وايضا انشاء وحدات لمعالجه الغاز. احنا حاليا في شركه نفط ميسان موجود وحدات لمعالجه الغاز قيد الانشاء تصل الى 300 مليون قدم مكعب. هذه ضمن يعني واجبات جولات التراخيص. لكن في مثلا محافظه الناصريه باعتبارها هي جهد وطني الغاز اللي ينتج في الناصريه حاليا وبحدود 20 مليون قدم مكعب ده يستثمر من قبل شركة غاز جنوب. احنا رحنا على وحدات مؤجرة يعني عقد مع شركة إيطالية ونسبة لنا وحدات مؤجرة. وهذه الوحدات هي عبارة عن وحدات كبس وتجفيف وحاليا يتم تصدير 20 مليون قدم مكعب إلى الشبكة الوطنية. يعني اليوم غاز الجنوب مؤدية كل المهام، يعني مسيطرة على كل إنتاج الغاز اللي موجود في الحقول النفطية خارج محافظة البصرة. لو تشوفون أكو هناك حاجة لتأسيس شركة أخرى؟ أنا أعتقد يعني في منظوري أنه تأسيس شركة أخرى مثلا يعني مع شركة غاز الجنوب أعتقد مو وقت المناسب هسه، لأنه الكميات اللي دا تنتج في هذه الحقول هي كميات قليلة. يعني موجود غاز في مثلا في نفط الوسط ينتج، موجود في الناصرية، لكن هاي الكميات ما تستدعي وجود شركة. واحنا دندير هذا المشروع، يعني مشروع الناصرية هو يدار من قبل شركة غاز الجنوب بإشراف كامل يعني من شركة غاز الجنوب. نعم. ونفط الوسط نفط الوسط ايضا من هذه تحت اشراف يعني جولات التراخيص. جولات التراخيص يعني نعم. من لما اذا كملت جولات التراخيص و يعني خلصت الفتره الزمنيه ممكن انه يكون ادارتها من قبل شركه غاز الجنوب. نعم. مدير شركه غاز الجنوب الاستاذ حمزه عبد الباقي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء وهذه المعلومات الوفيره جدا. شكرا جزيلا ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.